يجيو واعرين اللي بغات تهديهم تلبسهم هي او لا تاخذهم ان كادو في هضره العام لميمتها ولا مهم كيبقاو بالبخيل اللي هو في المتناول 3100 درهم 62 الف ريال 310 اورو تقريبا كيجيو واعرين. ماريا مرحبا حبيبتي بقاي معايا في اللايف انا ندوز لكم كل حاجه منها واحد العدد هكا. شوفوا البنات غزالين كيجيو واعرين اختياراتكم شحال الغرام 530 الغرام حبيبات امها 530 درهم الغرام. اذا كان بالنسبه لعشرة الغرام حبيبتي المهم يقدر يدوز بالموديل يقدر يدوز بالغرام على حسب ميراتكو 530 الفوق فوق 11 الغرام ندوزو حنا ب 530 درهم الغرام. غادي ندوز لكم هادو ديال التخوادي اللي كيجيو فنينه البنات كيجيو واعرين حتى هما حضاريين 2400 درهم 48 الف ريال 240 اورو تقريبا كيجيو واعرين. هادو كيجيو غزالين البنات 2400 درهم مرحبا و الف مرحبا. شوفوا البنات 2400 درهم 48 الف ريال 240 اورو بالنسبه لهادو ديال التخوادي هادو حضاريين هادو ولي تلبسو توجور كيجيو فنيونين في البيسان تاعو. هادو عندهم العمود طويل هانتوما هادو عندهم العمود طويل يعني حضاريين ماشي للاستعمال اليومي اللي تقدر عليهم في الاستعمال اليومي تستعملهم. شكرا مرحبا حبيبتي ماريا سلام واشي سرت لزوينه رخيصه. كاينه عندي وحده في الهميزات بقى ديك نتاع الرسول في الهميزات ديك سرت لهاد الرسول في الهميزات مازال عنده وحده ديال الرسول جيبها لي خويا راه داك السر. بالنسبه للسرت البنات نتاع الاخر بالنسبه للسرت ديال واحد مسامبل واحد مفتول راه كاينه ديال سبعه الخيوط اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا دوزو لنا الواتساب نوريوها لكم ولا جيبهم لي موسى دوزهم دابا كاع. الو غادي حبيبه امها ربي يحفظك الزينه عويناتك اللي غزالين. شوفوا البنات كاينين هاد الربوعه هادو اللي كيجيو فنين فنين هادو ديال طاسه وحده كيجيو فنين البنات سواء لبستيهم انتي حيت دابا حتى لي جون راهم يلبسوا هاد الحلقات حيت راهم طوندونس يعني ماشي شي حاجه ديال العيالات الكبار ولا كيجيو غزالين البنات هادو. شوفوا البنات 2350 درهم 2350 درهم 47 الف ريال. الرسول جبت حتى ديك تاع سبعه الخيوط جوج بيهم. شوفوا البنات شي حاجه طب البنات 2350 درهم هذه 47 الف ريال كيجيو واعرين شي حاجه واعره البنات شي حاجه غزاله حلقات نتاع الربوعه شي حاجه فنيونين نتاع الراس اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا ما عليها غير تسكرينيهم ودوز عندنا الواتساب لنا بانجلي في اللايف اللي بغات تهديهم لماماها ولا ليها تلبسهم ولا. شوفوا البنات وحتى هادو راه تخبي فيهم فريزاتك زوينين يعني ماشي شي حاجه اللي تخافي منها لان ما فيهم لا حجر لا والو واخا حنا كنقولوا ان تخبيت الفلوس في عصير الصابون في اللويز في الرادكو لان حتى الحاجه اللي ما فيهاش الحجر راها كتكون يعني تخبيت الفلوس حتى الحاجه اللي ما تكونش فيها الحجر كتخبي فيها فليساتك يعني ما كتمشي عندها تبيعيها راه ما كيطيحلكش حيت ما فيهاش الحجر. غادي ندوز لكم البنات هاد لاباك هادي اللي كتكون سامبل البنات. شوفوا ثلاثه ديال الخيوط اللي فيها فن البنات سامبل ما فيها لا حجر لا حتى شي حاجه فقط العشيش نتاعها 2244 الف ريال 2244 الف ريال بالنسبه لهاد لاباك هادي اللي كتجي على هاد الديزاين هذا سامبل البنات دوره وحده شي حاجه فيونه غزاله البنات. هاد لاباك هادي ديال المارياج ثلاثه ديال الشريطات ثلاثه ديال الخيوط شي حاجه رائعه 2244 الف ريال 220 اورو شي حاجه واعره البنات بالنسبه للاباك اللي ما كيكونش فيها الحجر بزاف السامبل عشاقات السامبل. غادي ندوز لكم وحده اخرى حتى هي سامبل وكبيبره على هذيك العشيش نتاعها كبيبر سوليتير يعني. شوفوا البنات شي حاجه رائعه البنات هادي لاباك لي سامبل واعره 2600 درهم 52 الف ريال. فينكم البنات واش درتو الحداد ولا وليني في سبعة الخيوط ما كايناش ماشي جاب سبعة في المحل اخر عاود بالنسبة لهادي فيها ثلاثة ديال الخويطات الرسول صحيحة متينة فيها 33 غرام البخي ديالها 16155 درهم
16155 درهم بالنسبه للقطر ديالها 6.4 ولا 6.6 6.6 يمكن ياك 6.6 سوم 490 درهم سوم 490 درهم شي حاجه واعره البنات هذه ديال الرسول هميزات هذه اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا 33 غرام ثقيله ووازنه وصحيحه وعمليه وكاينه هذه جديده سوم 530 غرام سوم 530 غرام هادي ديال جو سامبل واحد جوج مفتولين واحد سامبل دونك اللي بغاتها مرحبا وكاين ديال سبعه الخيوط اللي بغاتهم دوز عندنا الواتساب نوريهم لكم بحكم انهم هودوا للمحل الاخر كاش امكانيه اني نجيبهم شحال لويزا لويزا حبيبتي بالنسبه للفروج دايره 2600 درهم بالنسبه للراس 2000 درهم مرحبا بك اختي نوال انت خلاص راكي ديما معايا تبارك الله عليك دونك بالنسبه لهذا 2600 درهم 52000 ريال 260 اورو تقريبا حيت مانيش متاكدين بهذا الثمن ديال الاورو لاني كنقولوا تقريبا يعني الناس ديال برا ما يديوش علينا كاينه هاد لاباك هادي ديال البنانه اللي العشيش ديالها بحال هكا شي حاجه واعره البنات 3900 درهم 3900 درهم 78000 ريال 3900 درهم 78000 ريال ديال البنانه هكا كبيره كيجي غزاله البنات كيجي الطوب شوفوا البنات هاد الخويتمات هادو كيجيو رائعين في الديزاين ديالهم العروسات ولا اللي بغات تبدل خاتمها ولا شي حاجه ديزاين واعر 3900 درهم غادي نمشي لكم شويه عاود للسنيسلات الو غادي نمشي لكم شويه لهاد لي زونسومبل هادو اللي تيكونوا اللي راهم في البرومو دابا واحد البخي اللي هو في المتناول جدا كنحيد عليا هادشي باش نخوي شويه البلاصه باش تبقى فين نتحرك سرتله اللي قلتي عندك فيه ميزات واش من سامبل لا اختي ديال الروس ولا حبيبتي ناول اللي كتكون فتوله كامله واش اللويز ديال الراس خفيف في الوزن على اللويز ديال الفروج داكشي باش ناقص الثمن لا ما خفيتش هما بحال في الغرامات بحال في الغرامات 3.2 غير هو هذاك موجود في السوق ديال الراس يعني كاين وديال الفروج راكي عارفه حاجه قد ما قللات قد ما كتعطي الثمن ديال الفروج ما كاينش تقريبا بالكشاف باش كيلقاوه فهمتي يعني هو قليل شي شويه في السوق ما كاينش بزاف داكشي علاش طالع الثمن ديالو وحتى يعني اللي ذاتو لي ولا حتى الذهبيه تماك تيبيعوه بواحد الثمن اللي هو طالع بالنسبه للراس موجود داكشي علاش الثمن ديالو ناقص كراشه زين شحال الغرام موديله حبيبه ديالي ماشي بالغرام واش ممكن يا عزيزات عاودي ثلاثه المفتولين شحال فيها في الدياميتر 6.6 بالضبط فيها 33 غرام 16155 درهم سوم 490 درهم فيها 6.6 في القطر ما بين 6.5 6.6 اختي ورينا رادكو موديل جديد موديل جديد رادكو حبيبه انا عندي الموديل ديال زمان موديل قديم مانيش عارفه كنت قصدتي ام سعدان قد ام دعاء سعدان قصدتي انه الموديل الجديد انا عندي الموديل القديم يعني الموديل رادكو العادي يعني الموديل اللي هو متناول يعني ديما كيديوه النساء الوغ بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي فيه اللويزه مطبوعه بسنيسلات شوبار اللي كتجي غزاله البنات وفي اللبسه نتاعها صحيحه ومتينه بالنسبه للغورميت 5000 درهم 100000 ريال اللويزه بالاورو بالنسبه للاورو الاورو واش نقول لك اختي راه الاورو انا مانيش عارفه الاورو بالضبط راه تنقعد لكم غير احتمال كبير يعني واحد كنقولوا حنا غير كنحاولوا نقول لكم بالاورو وحنا ما حناش عارفين بالضبط الاورو شحال راه دونك بالنسبه للاورو 250 اورو لا شحال فيها شحال قلنا 2600 260 اورو بالنسبه لهذيك لويزا بالنسبه للفروج و2000 درهم 200 اورو لسميتو للراس رادكو كاين موديل واحد من زمان قديم هو كيكون جديد داك المنقوش داخلين فيه بزاف ديال الديزاين بزاف ولكن حنا ما كنجيبوهش بزاف لان مطلوب لينا القديم مطلوب لينا الموديل القديم الموديل اللي كانوا كيديروه مواتنا وجداواتنا هذا هو اللي كاين ها نتوما البنات شي حاجه واعره هادي 5000 درهم الغورميت ديال اليد 5000 درهم 100000 ريال بالنسبه ديال العنق ب 7700 درهم 100 شحال 7700 درهم بالريال 154000 ريال 154000 ريال دونك بالنسبه لليد 5000 درهم ها نتوما كتجي واعره
كتجي غزاله. شوفوا البنات شي حاجه واعره. وعليكم السلام حسناء حبوباتي. كتجي ناضيه البنات في البيزان تاعها. وبالنسبه للعنق 7700 درهم 154 الف ريال. مسا بارطاجيتي شويه يبان لي النهار قال راهم دايرين حيدات حازنين وقيلا يعني يبانوا لي الناس دابا مدخلنيش اللايف يمكن حازنين. ما تحزنوش ما تحزنوش هكا موسى. غادي نمشيو لهاد الكولي هذا اللي غزاله بنات نتاع ليبول حتى هو راه الثمن ديالو جد مناسب. بالنسبه للغورميت دايره 2800 درهم 56 الف ريال. وبالنسبه للكولي 4500 درهم 90 الف ريال. شي حاجه دايزها الكلام البنات كولي خطير. شوفوا البنات شي حاجه غزاله 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 كتجي فنيونه. هادو كولي بصفر كامل. كاين موديل واحد من 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 زمان موديل اللي كنعرفوه كاملين موجود. بالنسبه لهذا الجديد اللي كتهضر عليه هو داك المنقوش ولا كيدخلوا فيه بزاف ديال الديزاين هذاك ما مطلوب ليناش وما كنجيبوهش بزاف. سينو انا جات شي وحده باعتو لينا اولا زعما يعني لا شي وحده طلباتو لينا قالت لك بغيت هذا الموديل الجديد هذا كنجيبوه ليها ما عندناش اشكال. ولكن حنا راه عندنا موديل واحد اللي هو الموديل ديال زمان ديال القديم. انا نوريه لكم. شوفوا البنات شي حاجه غزاله. دونك بالنسبه لهادي 4500 درهم الكولي ديال العنق 4500 درهم 90 الف ريال. بالنسبه ديال اليد 2800 درهم 56 الف ريال. الوغ بالنسبه للرادكو فهو هذا اللي عندنا حنا اللي متواجد عندنا توجور هذا البلدي اللي كنقولوا عليه البلدي. شوفوا هذا بلدي على حقو طريقو هذا هو اللي مطلوب هذا هو اللي موجود. مثلا هذاك اللي كتبغيو هذاك الموديل الجديد ما كنجيبوهش سوا الا طلبتو لنا شي وحده او شي وحده كان عندها وبغات تبيعو وجابتو لنا باعتو لنا. في حال هاد الحاله اللي كيكون موجود عندنا في المحل ماشي ديما. كاينه هذه ديال ليبول البنات بالنسبه لكل غورميت دايره 1200 درهم. بالنسبه للعنق دايره 2200 درهم. 1200 الغورميت ديال اليد 2200 بالنسبه للكولي او للسنيسله ديال العنق 44 الف ريال 42 24 الف ريال 24 الف ريال 44 الف ريال بالنسبه لهذه ديال العنق. هادو كاملين الثمن ديالهم راه ناقص على المعتاد. اللي بغاتهم مرحبا. غادي نمشي لكم لهادو. هادو موسى ماشي ماشي الفروج الفروج ماشي 21 غير 18 6500 18. كاين هاد الحلقات هادو اللي كيجي فيهم التخرام في الجناب كيجيو غزالين نحاول نوريهم لكم مزيان. شوفوا البنات 6500 درهم 6500 درهم.